compartment of the kidney على حدش ناخذ diseases of this compartment. وحكينا عن glomerular pathology. اليوم خلينا ننتقل الى سكشن اخر اللي هو tubular interstitial pathology. اكيد حتى يعني تتذكر التمصوره في الهيستولوجي. اذا اخذنا هذا السكشن من الكدني هذه glomeruli اللي هي عباره عن tuft of capillaries. بين الجلوميرولاي هذا الانترستيشيوم هنا أنا اكو تيوبيولز. طبعا كل كومبارتمنت ديزيز مالتا ديستينكت منفصله عن الاخر، لكن at advanced late stage disease of one compartment will affect the other مثل ما راح نشوف هسه ويا ما ناخذ محاضره. خلينا نشوف التيوبيولو انترستيشيوم ديسوردر. The first type of tubular interstitial disorders is an infection. Well, bacterial tubular interstitial infection نسميها pyelonephritis. بايلونفرايتس. بايلونفرايتس اللي بالعامية يسموه التهاب الكلى. احنا في الباثولوجي نسميه بكتيريوم tubular interstitial infection اللي هو هذا definition of pyelonephritis. راح يمر عليكم بالباطنية بالأطفال بالنسائية. pyelonephritis يعرفوها as infection or inflammation of renal pelvis and parenchyma. pyelo معناها pelvis، هذه ايتس معناها انفلاميشن. اذن تو ديفينيشنز، احنا اتفقنا ان ديفينيشن كوز اند افكت. والديفينيشن اوف بايلونفرايتس قلنا احنا بالباثولوجي نقول بكتيريال تيوبولو انترستيشيال انفكشن، بكتيريال تيوبولو انترستيشيال انفكشن. وايضا اكسبتابل اجين فور اس والكلينيشن يعرفونه از انفكشن اور انفلاميشن اوف رينال بيلفيس اند بارانكايما. رينال بيلفيس اند Okay. الموضوع سهل اذا رجعت الى الجنرال باثولوجي. انا قلت لكم انه اذا تضبط الجنرال باثولوجي سهل عليك تضبط السيستميك باثولوجي. Like any infection, any inflammation could be acute or chronic. Could be acute or chronic. خلينا نبدا بالاكيوت بايلونفرايتس. اذا هي اكيوت بكتيريال انفكشن اوف رينال بيلفيس اند بارانكايما، او ممكن نعرفها اكيوت بكتيريال تيوبولو انترستيشيال انفكشن. زين نجي الى الكوز. وات كوزز اكيوت بايلونفرايتس؟ احنا قلنا بكتيريا. Certain species of bacteria causing acute pyelonephritis such as Klebsiella. Klebsiella. E. coli. Proteus and C.
Pseudomonas and Serratia or Staph. Klebsiella, E. coli, Chirobacter, Proteus or Pseudomonas and Serratia or Staph. بسهولة الحفظ خلينا نجمعها ناخذ أول حرف سير كيبس كيبس طبعا الموست كومن هو الإيكولاي موست كومن إذا تجي لك إم سي كيو أو تنسأل هي الإيكولاي الموست كومن بس لسهولة الحفظ جمعناها بهذه الكلمة كيبس كلبسيلا إيكولاي كيروباكتر بروتياس أو سيدوموناس and staff or selection. سهلة؟ إذا my definition هو acute bacterial infection أو inflammation of renal pelvis and parenchyma أو tubular interstitium والcause هو هذه البكتيريا. طيب شلون توصل البكتيريا للكبد؟ كدني صايرة بالسبب، شلون توصل البكتيريا؟ نعم. سيبتسيميا ممكن؟ نعم. ممكن سيبتسيميا؟ ممكن ممكن. بس يعني كل واحد يصير عنده بايل نفراتس معناها لازم كان عنده سبتسيميا؟ Root of infection هو the most common is ascending. يعني يصير colonization of the urethra بعد اليورثرا تصعد البكتيريا البلدر بعد البلدر يورتر ثم تصعد الى الكلى the most common number 2 is hematogenous 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 يعني via the blood اي infection systemic infection elsewhere ممكن يصير colonization للكدني وصير عندنا pyelonephritis. إذا الموست كومن هو الاسندنج. إذا إذا أسألك بامتحان اكتب لي الباثوجينيسيس زين أو الايتيولوجي اوف pyelonephritis راح تحدد لي أسماء البكتيريا وراح تذكر لي روت اوف انفكشن. زين. هل اكو ناس معينين معرضين للإصابة بالpyelonephritis أكثر من غيرهم؟ نعم. يحتاج ممكن جماعة الدي إم كذا نعم. نعم من هم الناس اللي معرضين اكثر للاصابه بالاكيوت بايلونفرايتس اكثر من غيرهم يس طبعا يجينا في السؤال ريسك فاكتور او بريسبيتيتنج فاكتور او بريديسبوزنج فاكتور واضح هي كلها نفس المعنى إذا pathogenesis and etiology يشمل type of bacteria keeps root of infection هو hematogenous أو ascending و risk factors number one female ليش؟ لأن female at a short urethra short urethra فالبكتيريا المسافة اللي تحتاج حتى تقطعها وتوصل للبلدر بالفيميل أقصر مما بالميل male long distance فلذلك الفيميل معرضه الى الاصابه بالبايلونفرايتس اكثر من يو تي اي ان جنرال اسمع اليو تي اي اللي هو يورينري تراكت انفكشن وكذلك الفيميل معرضه الى الكويتال او انتركورس تروما وكذلك معرضه الى البريجننسي بالبريجننسي البروجسترون ديكريز بيرستاسيس اوف ذا بيرستاسيس مون تيستين peristalsis of the ureter لذلك يقل ال decrease ال wash out of urine وكذلك بالpregnancy gravity uterus اليوترس لما يكبر يحتوي على الطفل راح يضغط على يسوي لنا obstruction يضغط على ال bladder فممكن يسوي لنا هذا obstruction stagnation of urine ممكن يؤدي لنا الى infection اذا الفيميل معرضه للاصابه بال UTI اكثر من الميل ممكن يجي لك الامتحان اكسبلين واي عرفت هسه ليش second cause رفلكس انتبهوا هنا أنا باليو رفلكس مو بالاي رفلكس رفلكس هو الباكورد
backward movement of diffusion of urine أو passage of urine regurgitation of urine زين نسميه vasicoureter فيزايكو معناها بلدان فمن البلدان يصعد الى اليورتر ثم الى الكدني عادة اذا هذه البلدان هذه البلدان اليورتر يجي اوبليك واكو فالف هنا من يصير كونتراكشن يقفل الفالف ما يصعد لي فوق certain people due to congenital or acquired كونديشن هذا يصير فيرتيكال تقريبا 90% واكو انكومبتنس بالفالف فمن يصير كونتراكشن يرجع اليورين على البك ريجرجيتيشن واضح ريجرجيتيشن فيصعد اليورين اللي هو انفكتد يورين اصلا يصعد الى الكدني ويسوي لنا انفكشن اذا ريفلكس Medical procedures instrumentation طبعا احنا المريض اذا نخلي له كاثيتر لازم يكون under complete aseptic technique يعني كفوف ونفتحها بطريقه معينه ونخلي الكاثيتر هاي النقطه اكد عليها في وقتنا هذا للاسف ولا تزعلوا من حشات الجيل الجديد اللي بالمستشفى ما يهتم ما عنده شيء ما يعرف شيء اسمه انفكشن ولا يهتم الى الاسف هسه الكانيولا شفتها بالبصره شفتها بالموصل شفتها هنا استاف هسه ماكو شيء اسمه تعقيم تروح للمختبر يسحب ما يعقم كل شيء ما عليه حاله الفيتر اللي بالصناعه بالضبط بدون تعقيم طبعا هاي جرم ليش؟ خلي واحد منكم يجرب ياخذ مسحه ويزرعها، شوف البكتيريا اللي راح تكون موجوده بالسكن. انت من فوتت الكانيولا او فوتت النيدل حتى تسحب بلاد، ايش سويت؟ فوتت البكتيريا داخل بالبلاد. انت باللحظه اللي بيها ما راح تشوف شيء. ما راح تشوف شيء. بس هاي البكتيريا سيركوليتنج ممكن تروح للهارت تسوي لك اندوكاردايتس، ممكن تروح لللنج تسوي لك نمونيا، ممكن تروح للكدني وتسوي لك فالانفراتيس اند سو ممكن تروح للبول وتسوي لك اوستيوماتيس هي جريمه واضح فرجاء ما تصيروا انتم بهذا المكان او تروحوا للمستشفى تعلمون شلون تخلي انجكشن او شلون تخلي كانولا تعقيم مهم تعقيم مهم اذا انسترومنتيشن خلي كاثيتر سيستوسكوب ناظور المثانه لازم كومبليت اسبتيك تكنيك اذروايز يو ويل انتروديوس بكتيريا انتو ذا بلادر causing pyelonephritis. Number four, diabetes mellitus. In diabetes, there is reduction in immunity, so they are more liable for bacterial infection. Number five, obstruction, UTO. Obstruction from any cause. Inner obstruction could be outside. Tumor يضغط. ممكن بالwall. ممكن باللومان ستون. Precipitate infection. طيب حتى لا ننساها ولسهولة الحفظ حتى قبل الثمانينيات لما أنا كنت طالب جماعتها كان أكون أستلة اسمها فريندو. هسه ما موجودة هاي الأستلة تعذروني. فأنا جمعتها في كلمة فريندو. Female reflux IN instrumentation. Diabetes and obstruction. ها في وقت انتم تشوفوا لكم فرج. لو تتفقون ويا المعمل يرجع تجاهل. واضح؟ تبقى ببالكم. فريندو هي البريسبيتيتنج او ريسك فاكتور فور اذا كيبس هي البكتيريا. فريندو هي ريسك فاكتور. نرجع رابل ريكابتوليشن. بايونفرايتس هي acute bacterial infection or inflammation of tubular interstitium او renal pelvis and parenchyma. ليش؟ بكتيريا كيبس كليبسيلا ايكولاي كيروبكتر بروتياس سيدوموناس اند ستاف اور سيريشن شلون تجينا هاي البكتيريا؟ اسيندينج اور هيماتوجينس شنو الريسك فاكتور؟ يا فريندو فيميل وقلنا ليش؟ رفلكس انسترومنتيشن دايابيتس اند اوبستركشن
سهلة. إذا أخذنا definition كيف يضحك بابا؟ تقنع هنا نتحول كم مجال؟ definition cause and effect. خلينا نحكي على الإفكت. صار بكتيريال انفكشن شو يصير؟ هو pathological and clinical. كلينيكلي شلون يجي من البيشنت اللي عنده هايلونفرايتس؟ واي فات من المحاضرة. نعم؟ كلينيكلي أكيد مر عليكم الناس اللي عندهم التهاب الكلي. لون بين، لون بين. لون بين يقول الدكتور حاسيتي توجعني فيفر لكن انفكشن انتم ما اخذتوا الانفكشن مو صحيح اخذتوا الانفلاميشن بسيستمك ولو سيستمك من عندها فيفر ممكن يصير عنده رايجر فيفر رايجر فالكونسي كثره التبول زين ديسيوريا يصير باللور يورينري تراكت انفكشن يعني اذا عنده بلادر سيستايتس بلادر انفكشن يصير عنده ديسيوريا فاذا فيفر رايجر فريكونسي بالاضافه الى السيستميك هو اللون بين اند سو هذه الكلينيكال فيشر اوف اكيوت بايلوت نفراتس باثولوجيكلي شو نشوف؟ من الجواب باثولوجيكلي نعم Yes, yes, it is acute inflammation. ماذا؟ acute inflammation. خلي ببالك انت راح تاخذ النمونيا اخذتها هو acute inflammation. اخذت acute appendicitis هو acute inflammation. واضح؟ فلا تحتار بها هي حافظ acute inflammation خلاص هي كلها نفس الشيء. زين؟ فاذا there is grossly ايش راح نشوف؟ راح نشوف pus. punctate pus. شوفوا على السيرفس of the kidney وشوفوا deep. على السيرفس نشوفها ممكن على شكل نقاط راح نشوفها بالعملي وبالمدلة راح نشوفها مثلا على شكل خطوط هذا عبارة عن localized pus موجود tiny foci of pus microscopically ايش راح نشوف؟ acute inflammation شلون نعرف acute inflammation؟ اكو neutrophil infiltration الانترستيشن بي شويه اكسترافازيتد ار بي سي مايلد اديما انترستيشن اديما واضح ونشوف اكو قسم التيوبيولز بيها شويه نكروسس مايلد نكروسس واضح مايلد نكروسس اذا البريدوميننت فيتشر هو نيوتروفيل انفلتريشن هذا نفس الفيتشرز بالاكيوت نمونيا ولو اكو فور ستيجز وبالاكيوت كوليسيستايتس وتشوفه بالاكيوت ابندسايتس فلا تدرخ واضح هو اكيوت انفلاميشن زين بعد ما عبرنا هاي مرحله الاكيوت شنو الكومبليكيشن اللي ممكن يصير اذا اسالك بالامتحان الايفكت تحكي لي على كلينيكال باثولوجيكال والكلينيكال فيتشرز اند كومبليكيشنز complication of acute inflammation. إذا هسه بالجروس مايكروسكوب هو acute inflammation. systemic features clinical feature هي acute inflammation. complication of acute inflammation خطوها بصف ثاني. separate. ممكن يصير separate to adjacent tissue. ممكن يصير كرونيك الأكيوت يتحول إلى كرونيك ممكن يصير بلوكاليزيشن ويتحول إلى أبسس
واضح؟ تحول إلى أبسس. أكو مصطلح اللي هو البايونيكروسيس. البايونيفروسيس معناها أكو فاس وين بالرينال بيلفيس، وأكو فوساي أوف أبسسيس مختلفة بالكدني. يعني مو بس واحد لوكلايز كولكشن أوف فاس اللي نسميه أبسس، لا، أكو بالرينال بيلفيس وموجود أيضا في فوساي متعددة داخل الكدني. بايونيفروسيس إذا ممكن يصير سبريت كرونيسيتي أبسس لوكلايزيشن، ممكن يصير ريزوليوشن، ياخذ تريتمنت يصير بيه ريزوليوشن، ممكن البيشنت يموت طبعا. رير كيسز، ممكن البيشنت دايد. فاذا ناخذ هذه حتى لا ننساها، ناخذ اول حرف صارت سكار، اذا كيبس فرندو. هنا الكومبليكيشن سكار، سيبريت سكار، مو تكتب لي كلمة سكار، سيبريت كرونيك ابسس ريزوليوشن، زين سيبريت تو ادجيسنت تشو، سي كرونيسيتي لوكاليزيشن صارت ابسس، والار هو ريزوليوشن هيلينج يعني كومبليت هيلينج. سهلة لو صعبة؟ لا بس مثل ما حكينا عن الأكيوت بايلونفرايتس، عرفناها إنه هي أكيوت إنفكشن أو إنفلاميشن أو تيوبولار إنترستيشيوم أو رينال بيلفس أند بارينكايما. هنا أنا بس نغير كلمة أكيوت بكرونيك، فهي كرونيك إنفكشن، بكتيريال إنفكشن أو إنفلاميشن أو رينال بيلفس أند بارينكايما. شنو الكوز؟ ريسك فاكتور فور كرونيسيتي نمبر 1 UTO هو الأوبستراكشن، نمبر 2 رفلكس، والرفلكس هو الموست امبورتنت كوز اوف او ريسك فاكتور فور كرونيك بايلونيفرايتس، بس شرحت شو يعني رفلكس. باكورد ريجرجيتيشن اوف يورين فيزايكو يورين فروم ذا بلادر to the ureter up to the kidney وقلت reflux باليو مو بالاي. زين شنو نشوف؟ grossly features of chronic inflammation. شنو يعني features of chronic inflammation؟ there's fibrosis, scarring and atrophy. من صار بيه فايبروسيس صار بيه ديسفيجرين، تغير شكله، ليش؟ لان راح نشوفها بالعملي. اكو اريا صار بيه فايبروسيس صارت ديبرست، والاريا الاخرى ما صار بيه فايبروسيس صارت اليفيتد، فلذلك شكل الكدني صار غير نظامي ديسفيجر وفايبروسيس اند اتروفي. مايكروسكوبيكلي شنو راح نشوف؟ كرونيك انفلاميشن، شو يشوف بي؟ بدل النيوتروفيل كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريشن اللي هي لينفوسايت والماكروفاج، واجين اكو اتروفي، والفايبروسيس مهم. فيتشر مهمه راح نشوفها ان شاء الله بالصور بالكرونيك بايلونفرايتس، التيوبيولز تحتوي على أمورفوس، أسلولر بينك ماتيريال أور كاست. هذه تشبه الثايرويد، هسه راح تشوفوها بالصور تشبه الثايرويد، فنسميها ثايرويدايزيشن،
features of chronic inflammation and thyroidization. يعني مو الكدني صارت اندوكراين، هي اندوكراين سكريت هرمون بس مو صارت اخذت محل الثايرويد، لا شكلها مايكروسكوبيكلي تشبه الثايرويد فسميناها ثايرويدايزيشن. هاي تيوبولز دايليتد اتروفيك اتروفيك تيوبولر اثيليال سيلز اند كونتين تحكي لي مكاني على ورقه يعني تعبان زين ثايرويدايزيشن اوكي ثايرويدايزيشن. كلينيكلي شلون يجينا البيشنت عنده كرونيك بايلونفرايتس؟ هسه الاكيوت قلنا راح يجي فيفر ورايدر ولون بين وعنده فريكونسي كل شويه يروح للعفو الصحيه زين. كرونيك شلون يجينا؟ كرونيك بايلونفرايتس شلون يجينا؟ هذه انتبهوا لها هذه انتبهوا لها قلنا اكثر شيء بالفيميل اكثر شيء بالفيميل فجماعه النسائيه بنات كلكم راح تروحون نسائيه يدورون فلوس فراح يجوكم هواي عندهم وقلنا بريجننسي وفيميل فهواي راح يجوكم كرونيك بايلونفرايتس نمبر 1 ليك كل الدكتور احس نحن انا ما مرتاح وضعي مو تمام فيك غامض معنا ليك الهيلث كله دكتور احس صحتي مو تمام فكر بالكرونيك بايلو نفرايتس هايبر تنشن هايبر تنشن هايبر تنشن واضح هايبر تنشن وراح نحكي في محاضرات قادمه ليش راح يصير عندنا هايبر تنشن ان سيفير كيسز ممكن يصير كرونيك رينال فيل كرونيك رينال فيل فإذا ممكن يجينا فيك الهيلث ممكن يجينا هايبرتنشن ممكن يجينا كرونيك رينال فيل ليش؟ due to destruction of the kidney loss of renal function وأحيانا يجينا features of أكو شي بابا؟ يعني من المخجل بس التفت واحد يبدي يسولف شوفوا مو بالله features of infection features of infection طبعا هذه نحكي عن البكتيريا اذا هي نفسها اللي سوت لنا الاكيوت اكيوت بايلونفرايتس ممكن التي بي tuberculosis تداوم ممكن افكت the kidney الانفكشن منين تجي part of usually miliary tuberculosis اخذتوا اكيد بالرسبيرتوري سيستم الاوتكم ناتشرال هيستوري اوف tuberculosis فممكن يصير miliary يعني سبريت بالبلد ما هو متشرب ماي هذا مو امتحان هي ساعه واحده تحملها واضح زين هذا التوبركلوس pyelonephritis البرزنتيشن مالها مختلفه ممكن تجي فيك الهيلث ممكن يصير نايت سويتنج لوس اوف ويت واضح شو كنت نتوقع اكو tuberculosis pyelonephritis لما نشوف نعيد الفحص اكثر من مره نشوف اكو ستيرايل بايوريا ما نشوف بكتيريا بس نشوف بس سيلز نشوف وايت بي سي هواي وايت بي سي هواي بالجنرال يورين بس ما نشوف بكتيريا نسوي كلتشر تطلع نيجاتيف نسوي زرع تطلع نيجاتيف فاذا نخلي ببالنا ممكن نسوي اليورين نفسه نسوي له زيل نيلسون ستين زيل نيلسون ستين وبالنتيجه راح نشوف اسيد فاست باسيلاي اللي هي tuberculosis grossly tuberculosis هو مثل ما اخذته بالريسبيرتوري سيستم يسوي ديستركشن للكدني ومايكروسكوبيكلي ايش راح نشوف؟ جرانيلوما 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 تعرفون الفرق بين جرانيلوما وجرانيليشن تشو؟ نعم اثنينهم مايكروسكوبيك شنو الفرق بابا بين جرانيلوما وجرانيليشن تشو؟ تخلصون الباثولوجي نعم يعني زحمه اذا تنسالهم بالجراحه زين نعم دكتور الجرانيوم هو عباره عن سيكولر اجريجيشن اوف سيل اللي هي البلازما سيل ماكروفاج و ايوه الانفلاماتوري سيل وبالسنتر مالها ممكن يكون كاسس نكروسس
بينما الجرانيليشن تيجو هو الفورميشن اوف نيو بلاد فيسلز ان سايد اوف يعني تقريبا وصلتي تقريبا وصلتي. الجرانيولوما هو ديسكريت اجريجيت ديسكريت يعني مميز مفصول ديسكريت اجريجيت او كلامبنج اوف انفلاماتوري سيلز كرونيك انفلاماتوري سيلز ليمفوسايت ماكروفاج ابيثيليويد سيلز واضح. والسنتر ممكن يصير بيكازيس نكروسس واحيانا لا ما بيكازيس نكروسس هاي نسميها جرانيولوما. جرانيولوما هاي مو بس تيبيكال اوف تي بي لا تيوبركلوسيس فورم بودي بروسيلوسيس فنجال انفكشن زين هواي ديزيزز ممكن يسوي لنا جرانيولوما. جرانيوليشن تشو هذه مهمة مهمة لازم تعرفوها بالجراحة. كرونيك انفلاميشن تقسم إلى نون سبيسيفيك و سبيسيفيك اللي هو هذا نون جرانيولوميتاس وهذا جرانيولوميتاس. هذا مثال عليها تي بي او فورم بدي وهذه مثال عليها هذه الكرونيك الاورديناري بكتيريال انفكشن. اورديناري بكتيريال انفكشن هذه تعطينا جرانيولوما وهذا تعطينا جرانيليشن تيشو. هذه راح تبقى وياك بنات اذا رحتوا نسائيه او صرتوا جراحين من او حتى وانت مقيم من تطلب او الاخصائي يطلب بايوبسي يوديها للمختبر وجالك الريبورت ب there is non specific او granulation tissue فلازم تعرف شو يعني ليش كتب لك granulation tissue. granulation tissue هي ثلاث كلمات خليها ببالك immature fibrovascular tissue immature fibrovascular tissue immature fibrovascular tissue. the chronic inflammation chronic inflammation الهيلينج مالته شلون يصير هذا التشو هذا التشو بي بلاد فيزلز بلاد فيزلز واخو سبورتيف فايبرس تشو سبورتيف فايبرس تشو. كل ما صار ماتوريشن تقل البلاد فيزلز ويبقى فايبرس تشو الى ان يتحول الى فايبرس سكار يتحول الى فايبرس سكار فهو اماتور فايبرو فاسكولار تشو. يختلف عن الجرانيولوما واضح يعني انت جراح راح تفتح البيشنت مثلا الابدومين او مكان اخر تشتغل او حتى لو كسور مثلا انت راح تشوف تعرف هذا الجرانيوليشن تشو ولا شنو ببالك انه اكو جاي يصير هيلينج اكو كرونيك انفلاميشن واضح؟ اذا نشوف ايش يضرب الوقت عندنا انذر تايبس سمبل تايبس اوف تيوبولو انتكستيشال ديسوردرز ان شاء الله راح نغطيها بالعمليه بس تبقى يعني اوضح تشوفون صور وياها وراح تكون مطلوبه منكم ايضا بالثيوري اقول لكم فيها بوقتها ان شاء الله يوم الخميس اذا ما عندكم شو سجلتوا حضور.